فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروه منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع تولستوي، وزي ما وعدتكم الحلقة الماضية هنناقش هذا الكتاب اللي فيه ثلاث قصص لتولستوي. القصة الأولى How much land does a man need، كم من الأرض يحتاجه الإنسان، والقصة الثانية The death of Ivan Illich، موت إيفان إيليتش، والقصة الثالثة The Kreutzer Sonata، سوناتا كرويتزر، ودي سوناتا مشهورة ومعروفة لبيتهوفن. مش عارفها يعني هقدر أغطي الثلاث قصص النهاردة، لا، إنما هنشوف هنقدر نغطي قد إيه. إنما قبل ما نبدأ في مناقشة الكتاب، في كام رسالة أرد عليهم بسرعة. رسالة من الأستاذة إيمان بتقول إنها طالبة ماجستير وتريد أخذ رأيي في موضوع الرسالة. في نيتي أن أكتب في الأدب في زمن الأوبئة، ما هو رأيك؟ الأدب في زمن الأوبئة يعني هتلاقي مادة ثرية، هتلاقي في حاجات كتيرة قوي اتكتبت يعني عن الموضوع ده. أنت سايبة التعليق على الحلقة اللي أنا قدمتها بخصوص The Mask of Red Death، The Mask of the Red Death لإدجر ألان بو، قناع الموت الأحمر لإدجر ألان بو. و يعني القصة دي طبعا اتكتب عليها دراسات كتيرة، ممكن تلاقي يعني مصادر كتيرة لو هتكتبي في الموضوع ده هتلاقي مصادر بما يكفي. حتى لو عدنا للوراء لأكتر من كده للقرون الوسطى والفترة الإحياء، عصر الإحياء يعني الرينيسانس، هتلاقي أيضا في حاجات كتيرة اتكتبت، أعمال أدبية كتبت عن الأوبئة، وعن لأن لما بيكون في وباء الناس بتبتدي تفكر في الموت. فعشان كده في المدارس، في الفن، في مدارس جديدة ظهرت في ذلك الوقت زي مدرسة الدانس ماكابري والميمينتو موراي، وأنا عامل حلقة مخصوصة عن الفن، عن الموت في الفن، في الفن الغربي، الموت في الفن الغربي وإزاي تم تمثيله. وكذلك نفس الحكاية في الأدب، ظهر أيضا في الكتابة الأدبية خلال وبعد فترة الطاعون الأسود اللي كان ضرب أوروبا وفي مئات الآلاف ماتوا فيها، فكرة الموت بقت طاغية وبقت ظاهرة في الكتابة الأدبية. قصة قصيرة لإدجر ألان بو ده مثال جيد جدا، ممكن تتخذيه كدراسة، وهتلاقي فيه مصادر كتير كتبت اتخذت هذه القصة يعني للدراسة. وأيضا كان في أخت برضو من يومين كده طلبت مني أناقش رواية ماري شيلي The Last Man، الرجل الأخير، وهي أيضا عن فترة طاعون وأوبئة، أيضا دي ممكن يعني تدرجيها في دراستك يعني. إنما يعني الأهم من ده كله أنك تاخدي رأي أيضا المشرف على رسالة الماجستير، تشوفي الأستاذ بتاعك إيه طلبه بالضبط وإيه رأيه، رأيي يعني هو الأهم. ولكن يعني لو عايزة تكتبي في الأدب في زمن الأوبئة هتلاقي مصادر كتيرة قوي وتلاقي أعمال كتيرة قوي يعني تغنيكي وزيادة يعني. في الأستاذ خالد بيقول بيتكلم عن حلقة عن التوتر بين الصين وتايوان، فعلا التوتر متزايد. شكرا لك على مشاهدة الحلقة يا أستاذ خالد. والأستاذ هنا أيمن أيضا بيقول بيطلب مسرحية The Sunset Limited لكورماك ماكارثي، إن شاء الله أقدمها قريب. هي مسرحية قصيرة صغيرة تقريبا 60 أو 70 صفحة حاجة زي كده، فإن شاء الله يعني أقدمها قريب أو يعني مش هتاخد جهد كبير. وفي النظريات الأدبية creative law،
إن شاء الله أعمل لكم حلقات عن النظريات الأدبية إن شاء الله. ربما نبدأ الحلقة يعني الأسبوع القادم بمشيئة الله. وشرقي مخلوف منذ مدة طلبت بيقول إنه من مدة طلب مني إن أناقش how much land does a man. طب يا سيدي أدينا هنناقشها النهاردة إن شاء الله يعني. وأشكركم جميعا يعني على كل الأستاذ عبد القهار الأنصاري من مكة المكرمة، أشكركم جميعا على أستاذ أنس. إن شاء الله أعمل حلقة يا أستاذ أنس على الأسر الصينية، عرض سريع جدا ومختصر للأسر الصينية. إنما تقول لي في حلقة للدكتور أكرم حجاز يعملها، مش عارف والله الحلقة، ما عرفش يعني الحلقة دي إيه، بس أنا هعمل حلقة موجزة للتاريخ الصيني في حلقة واحدة إن شاء الله يعني. وفي حالة أخرى الأستاذ خالد برضو بيطلبها عن ماو تسي تونغ وعن الثورة الثقافية، إن شاء الله أيضا أعمل حلقة عن الثورة الثقافية. طيب قبل ما ندخل أيضا في حلقة النهاردة، يعني النهاردة زي ما عارفين هنتكلم عن ليو تولستوي، أيضا في كتاب آخر لي ممكن أرشحه بعيدا عن الروايات، يعني بعيدا عن الروايات والقصص القصيرة والنوفيلاس، ممكن تقرأوا هذا الكتاب له What is Art. What is Art، يا رب تكون أيوة كده في الفوكس واضح. أوكي What is Art ده يعني بحث هو عمل ودراسة بحثية كتبها للإجابة عن هذا السؤال. وللإجابة عن هذا السؤال هو استعرض آراء الفلاسفة والمفكرين على مر العصور وآرائهم في الفن. وطبعا هو بيناقش كتاب يعني يتعدى 160 صفحة 165 صفحة، إنما في حوالي 40 صفحة ملحقات في آخر الكتاب. كتاب مهم جدا لمن يريد أن يقرأ ليو تولستوي بعيدا مقالات يعني بعيدا عن القصص والروايات. إن شاء الله أيضا أنوي أن أقدم بعض المسرحيات لأنتون تشيخوف. أنتون تشيخوف أنا قدمت له قصة قصيرة ولكن فانكا، ولكن ما قدمتلوش مسرحيات قبل كده. وانا يعني انا من عشاق انتون تشيكوف وكل اللي بيكتبه سواء قصه قصيره او مسرحيات. فهذا الكتاب فيه خمس مسرحيات: ايفانوف وذا سيغالز يعني نورس البحر، وانكل فانيا العم فانيا، وثري سيسترز الاخوات الثلاث، وذا تشيري اورشارد بستان الكرز. ان شاء الله أقدم مسرحية من المسرحيات دي قريبة. وفي كتاب رواية أخرى أيضا يعني لم أقرأها بعد ولكن إن شاء الله أبدأ في قراءتها قريبا، اسمها تو لاود أسوليتود، رواية أعتقد أنها ترجمت بالعربية تحت اسم عزلة صاخبة أو شديدة الصخب حاجة زي كده تقريبا. دي للكاتب التشيكي بوهمي الحرابل. ويعني أنا كنت قرأت إشادة من ميلان كوندرا عن الكاتب دوت، فأنا حبيت إن ما قرأتلوش قبل كده يعني بصراحة. وهي يعني رواية قصيرة، هي نوفيلا زي ما أنتم شايفين حجمها صغير جدا، حوالي تقريبا مش مكملة 100 صفحة، 98 صفحة فقط، فهي نوفيلا مش رواية. إن شاء الله يعني أخلصها بسرعة ونناقشها برضو قريب لو وجدت إنها يعني كويسة تستحق. نتكلم بقى عن ليو تولستوي. وليو تولستوي يعني بصراحة يعني هرم من أهرامات الأدب الروسي والأدب العالمي. والكلام عنه يعني الواحد خلي الواحد متهيب إنه يتكلم عنه أو يقدم لي أي رواية أو أي عمل، لأن تولستوي ده حاجة شوفوا على مدى إعجاب الواحد بكتاب زي تشيخوف ودوستويفسكي. وإنما تولستوي وجوجل، تولستوي الواحد دائما يحس إنه له كده يعني قامة خاصة ومكانة خاصة بين هؤلاء العمالقة. دول لوحدهم عمالقة، كل واحد فيهم قامة يعني. إنما تولستوي حاجة
حاجة، وبالذات الثلاث قصص دول حاجة قوية جدا يعني. خليني أقول نبذة سريعة عن حياة تولستوي قبل ما ندخل في القصص دي. هو ولد في 1828 وتوفي في 1910، هو عنده 82 سنة. وولد في أسرة أرستقراطية، هو كان الرابع من بين خمس أطفال يعني. اسمه بالروسي ليف نيكولايفيتش تولستوي. ليف ده اسمه، ليف اسمه الاول ليف، واسم ابوه نيكولايفيتش، واسم العائله تولستوي. تزوج مبكرا يعني، هو فقد اخ لي، اخوه يعني مات قبل ما تزوج بسنتين، وتزوج وعنده 34 سنه يعني، اخوه مات وعنده 32 سنه. واللي اتجوزها كانت اصغر منه ب 16 سنه. زوجته كان اسمها صوفيا بيرس. تزوجوا في 1862. تزوج يعني كان عنده 34 سنة، وهي أصغر منه 16 سنة يعني كان عندها 18 سنة. بعد أن تعدى الخمسين يعني مر بتجربة روحانية غيرت حياته تماما. والتجربة دي يعني كانت بسبب كتاب هو قراه لأرثر شوبنهاور، أهم كتاب أرثر شوبنهاور كتبه، اللي هو The World as a Will and Representation. The World as a Will and Representation ده أهم كتاب أرثر شوبنهاور كتبه، وأثر فيه جدا في تولستوي. وفي الكتاب ده أرثر شوبنهاور بيدعو إلى الزهد، يعني بيعلي من فضيلة الزهد، وبيقول إن هي الزهد هو الطريق إلى الخلاص، والطريق إلى الخلاص الحقيقي، وأن الزهد هو الوسيلة الوحيدة للأثرياء كي يتطهروا من ذنوبهم وكي ينالوا الخلاص. والكلام ده يعني لاقى قبولا شديدا عند تولستوي، وطبقه مباشرة في حياته، وبدأ بقى يدخل في مرحلة تانية خالص من حياته، مرحلة الزهد اللي انتهت بيه بأنه تنازل عن كل أراضيه. زي ما قلت هو ولد في أسرة ثرية من الإقطاعيين أرستقراطيين، ولكن وتزوج مبكرا، وعاش عيشة سعيدة مع زوجته صوفيا، وكانت هي بمثابة السكرتيرة لي، كانت هي اللي بتكتب يعني اللي ما يمليها عليها، وكانت هي زي المديرة المالية للأعمال، وهي اللي بتتولى عملية الاتصال بالناشرين، وكانت هي السكرتيرة لي، وعاشوا في حياة سعيدة إلى أن بدأت أفكاره تتغير. لما بدأت أفكاره تتغير، العلاقة بينه وبين زوجته ابتدت بقى تتأثر سلبا، وابتدت الخلافات تظهر بينهم، وابتدت الحياة بينهم لا تطاق، ولكن استمروا مع بعض، ولكن الحياة بينهم أصبحت لا تطاق، حتى يعني بقت توصف بأنها يعني أشد حالات الزواج أو العلاقات الزوجية بؤسا في الوسط الأدبي. بعد كده تأثر أيضا بفكر واحد أمريكي، اقتصادي أمريكي، اسمه هنري جورج، وليه فلسفة خاصة بيه اسمها جورجيزم، يعني لو عايزين نعربها الجورجية، اسمه اللي هو من جورج، اسمه جورج. فجورجيزم دي نظرية اقتصادية بتقول يعني إن العائد المادي من ملكية الأراضي أو من ملكية أي شيء لابد أن يوزع بالعدل على كل المواطنين. وليه تولستوي آمن بالفكرة دي؟ وبالفعل يعني وزع ثرواته على الفلاحين، وأصبح يعيش بينهم، ومات وهو على هذه الحالة. وده كان السبب الرئيسي في ظهور الخلافات بينه وبين زوجته. وأيضا أفكاره تغيرت، أنه لم يعد يؤمن بفكرة الدولة، فكرة أن في حكومة تحكم الناس، هو لم يعد يؤمن بتلك الفكرة،
وأصبح متدينا جدا، أصبح مسيحيا متشددا في تدينه، وانتقد الكنيسة في رواية The Resurrection البعث، وانتقد الحكومات وفكرة الحكومات وفكرة الدول في روايته الشهيرة War and Peace، الحرب والسلام، لأنه هو نفسه كان أيضا شارك في الجندية وشاف أثار الحروب المدمرة، ولذلك كان ضد فكرة الحروب، وأعلن أنه لن يخدم أي حكومة لأي بلد في أي وقت وبأي شكل. ولما في ثورة في الصين قامت اسمها ثورة الملاكمين، قامت في الصين وفي دول 8 دول استعمارية اتحدوا لقمع هذه الثورة ولإخمادها، كان هو أول من يشجب هذا القمع ويؤيد ويعلن تأييده لثورة الملاكمين اللي حصلت في الصين ديت. فهو أفكاره، هو مؤمن بقى بأن الخلاص لن يكون إلا إذا حكم الله. الله هو كان الحاكم، الله هو كان الحاكم، وتنفيذ إرادة الله في الأرض، وإن نحن يعني نحتكم لما أراده الله، وليس طبقا للقوانين الوضعية اللي بتضعها الحكومات. وكان باسيفيست، يعني يؤمن بالسلمية ويؤمن ولا يؤمن بالحرب، لا يؤمن بالعنف بأي شكل من الأشكال، وده خلى يعني ترك أثر كبير على المحاتمة جاندي، حتى أنه كتب ليو تولستوي، كتب رسالة يعني مقالة بعنوان رسالة إلى هندوسي، والمحاتما جاندي كان وقتها لسه شاب في ساوث أفريكا في جنوب أفريقيا، قرأ هذه الرسالة وتأثر بها جدا، فبعث رسالة إلى ليو تولستوي عشان يتأكد إن كان هو صاحب هذه الرسالة. فتولستوي أكد له أنه صاحب هذه، وبدأ بينهم مراسلات استمرت لمدة سنة، استمرت من أكتوبر أو من ديسمبر، من أواخر يعني أواخر 1909 لنوفمبر 1910 السنة اللي مات فيها. فاستمرت سنة كاملة يعني مراسلات بين تولستوي وبين المحاتما جاندي، ومحاتما جاندي تأثر بيه جدا وأخذ منه فكرة اللا عنف السلمية، ولذلك هي دي الفكرة اللي طبقها ضد الاحتلال البريطاني، ونجح فعلا في الحصول على استقلال الهند عن طريق السلمية المطلقة وعدم العنف، اللا عنف. وتولستوي كان كريستيان أناركست، يعني بيؤمن بفلسفة أو حركة سياسية فلسفية يعني اسمها أناركيزم. الأناركيزم دي يعني حركة فلسفية تؤمن بأن لا يجب أن يكون هناك أي دولة وضعية، وإن مملكة الرب هي التي يجب أن تسود في الأرض. فليو تولستوي من ناحية دي كان يعتبر متدينا متشددا، ومع ذلك كان يعني في عداء بينه وبين الكنيسة، وكان بيكره الكنيسة جدا، حتى أن في روايته The Resurrection البعث كان فيها انتقاد للكنيسة، والكنيسة بعد الرواية دي أعلنت الانفصال، يعني انفصالها عن أو انفصال ليو تولستوي عن الكنيسة. من أهم أعماله الحرب والسلام طبعا، اللي هو نفسه ما كانش راضي عنها فيما بعد، وحتى لم ما اعتبرهاش أنها رواية، يعني قال أن دي اعتبرها ملحمة كتبت نثرا، اعتبرها ملحمة كتبت نثرا وليست رواية. ومن أهم رواياته الأخرى أنا كارينينا،
و The Resurrection طبعا. وبداية شهرته كان لما نشر وهو مازال شابا قصص حياته autobiography، يعني قصة بعنوان Childhood الطفولة، والقصة الثانية Boyhood. Boyhood يعني مرحلة المراهقة نقدر نقول، يعني مش الطفولة، المراهقة، وبعد كده Youth الشباب. ولي أيضا رواية اسمها حج مراد، الحج مراد أيضا من رواياته المشهورة. إنما العجيب بقى أنه حتى يعني حتى وفاته لم يحصل على جائزة نوبل، رغم أن كل سنة كان بيرشح ليها إنما لم يحصل عليها، رغم أنه يعني كان ملء السمع والبصر، يعني كان أشهر من، يعني هو اسمه أكبر من جائزة نوبل برايز، ومع ذلك لم يحصل عليها. وعلى فكرة امبارح حصل على جائزة نوبل الكاتب التنزاني عبد الرزاق جورنا، عبد الرزاق جورنا، وروائي لم يحصل على أي جوائز سابقة، يعني أول جائزة يحصل عليها هي جائزة نوبل. طيب نتكلم عن الرواية، عن ليو تولستوي. نبدأ بقى بأول قصة اللي هي How much land does a man need، كم من الأرض يعني يحتاجها الإنسان. القصة دي معروفة جدا، يعني أظن إن أنتم كلكم تعرفوها وسمعتوا بها قبل كده، حتى اللي لم يقرأها، حتى اللي ما يعرفش إن اللي كاتبها تولستوي، إنما أكيد تعرفوا القصة، أكيد سمعتوها يعني بطريقة أو بأخرى. هي القصة بتبدأ بأن في أخت بتزور أختها الأصغر منها، الأختين متزوجتين، الأخت الكبيرة عايشة في المدينة وبتزور أختها اللي متزوجة أيضا ولكن عايشة في الريف. ولما زارتها بقى الأخت اللي عايشة في المدينة دي، أخت يعني متجوزة من واحد ثري، فعايشة حياة رفاهية في المدينة بقى، وكل شيء متوفر لديها، فعايشة حياة ثرية، وبدأت تتكلم عن حياتها الثرية وحياة المدينة، وكيف أن كل شيء متاح ليها وفي رفاهية في الحياة. وبدأت تقول لأختها أن أنت عايشة هنا يعني مش عيشة اللي انت عايشاها دي، هذه ليست حياة، لابد ان تفكري في الذهاب الى الحياة في المدينة. فاختها الاصغر منها دي متجوزة، عايشة في الريف ومتجوزة من فلاح فقير، يعني عايشين يوم بيومه. فهتقول لها يعني هترفض فكرة انها تنتقل الى المدينة، وتبدأ تتكلم عن جمال الحياة في الريف، ان هم في الريف مش محتاجين لاي شيء موجود في المدينة، كل اللي هم محتاجينه موجود عندهم في الريف، يعني مش محتاجين لاي شيء، عايشين حياة بسيطة أيوة، إنما تكفيهم. وبتقول لها إن الحياة في المدينة يعني لها مكاسبها ولها أضرارها أيضا ولها خسائرها. وهيبدأ يعني الجدال بين الأختين، كل واحدة تحاول تدافع عن الحياة اللي هي عايشاها. مين كان بيسمعهم بقى؟ الراجل الفلاح اللي هو زوج الأخت الصغرى، كان هو بيستمع للحوار ده كله، وهو قاعد بيستمع بقى بدأ يعني يقول لنفسه، لو أنا عندي أرض كبيرة، أرض شاسعة يعني، ولا الشيطان نفسه ما يقدرش يغويني. ومين كان بيسمع كلامه؟ الشيطان نفسه. الشيطان نفسه قاعد وراه كده وبيستمع، نايم كده وبيستمع لكلامه. فالشيطان يعني ضحك وقال بينه وبين نفسه لما نشوف. فالراجل الفلاح الفقير ده هو عنده قطعة أرض صغيرة إنما كافية، وكان راضي بيها وحياته ماشية كويسة وما فيش مشاكل. إنما جي واحد قال له إن الأرض، في أرض لوحدة ثرية
مجاورة اليوم هتبيع الأرض بالأراضي دي كلها بما فيها الأرض بتاعته، الراجل دي مش أرضه اللي يملكها يعني، هو ما كانش يملك الأرض أجير فيها يعني، إن هي هتبيع الأراضي دي كلها لشخص آخر. وهم بقى الفلاحين خافوا من الشخص الآخر دوت لا تكون معاملته ليهم معاملة سيئة، فقالوا إيه؟ قالوا أحسن حاجة إن إحنا نجمع فلوس ونشتري الأرض دي، وكل واحد ياخد قطعة الأرض اللي هو فيها. ورغم إن كان يعني فيه كانت المواشي بتاعتهم يعني، هم كانوا أيضا يعني متضايقين ومتضررين من الست الثرية ديت صاحبة الأرض، لأن المواشي بتاعتهم كان يعني بتدخل على الأراضي الخاصة بتاعتها اللي فيها يعني قصورها وكده، ويأكلوا من العشب اللي هناك. فكان اللي يعني الشيخ الغفر، الشيخ الغفر بتاعها كان يوقع عقوبة عليهم لو في أي ماشية من مواشيهم دخلت الأرض عندها. فكانوا هم متضايقين ومتضررين من الحكاية ديت، وبما فيهم البطل القصة ديت هو الوحيد اللي مذكور بالاسم في القصة دي، كان اسمه باهوم، اسمه باهوم، هو الوحيد في القصة اللي مذكور اسمه. فكان متضرر جدا من العقوبات اللي بتقع عليه من حين لآخر، لأن في بقرة من بقره مثلا دخلت الأرض بتاعة السيدة دي وأكلت منها وكده. فيعني ما كانوش بيحبوا السيدة دي ولا حاجة، إنما شايفين ان هي هتكون افضل من الرجل الجديد الملك الجديد اللي ما يعرفوش عنه حاجة، وممكن يعني يسيء معاملته. المهم فعلا اشتروا، نجحوا في انهم يلموا فلوس من بعض واشتروا الارض كلها، واشتروها كل واحد بقى يعني يدفع جزء، ودفعوا لها بالتقسيط، وهو يعني استلف مبلغ من المال، اقترض مبلغا من المال، وباع بعض المواشي اللي عنده. المهم قدر يجمع مبلغ يدفعه لها، وعلى أساس المبلغ الباقي يدفع فيما بعد، واشتغل بجد بقى في الأرض بتاعه. لما حس أنها خلاص أرضه ابتدى يشتغل فيها بهمة، وفعلا الأرض طرحت محصول كافي، وسدد الديون اللي عليه قبل الميعاد بتاعها، والأرض بقت بتاعته، وبقى سعيد ومنتشي جدا. وكل يوم هو رايح على الأرض كده يعني يبقى يعني يمتلئ سعادة ونشوة وفخرا انه هو ان دي خلاص اصبحت ارضه، وحياته بقت يعني سعيدة جدا. الى ان جاءه واحد وقال له ده في الارض الفلانية اللي جنبنا ديت، الارض الفدان فيها انا بحاول استخدم مصطلحات مصرية عربية عشان تبقى يعني، الفدان فيها بيتباع مش عارف بايه مبلغ ارخص جدا من اللي هنا، وممكن تاخد مساحة ارض ضخمة. فالكلام عجبه جدا، وقرر فعلا انه يروح يشوف الارض دي، وراح شافها لقى فعلا الارض حلوة ورخيصة جدا، وممكن ياخد قطعة ارض كبيرة. انما عشان ياخد قطعة ارض كبيرة هيكون يعني برضو مش ملكها مباشرة، هيكون اجير فيها. انما انتقل فعلا باسرته للارض الجديدة ديت، وباع الارض القديمة بتاعته القطعة الصغيرة دي، وراح لارض كبيرة بقى اشتغل فيها. انما ما كانش ايضا مبسوط لانه لسه لم يملكها. فجاله واحد زي سمسار اراضي، وقال له ده في ارض في بس هو كل ده بمستواه بيرتفع يعني، هو الاول كان قطعة ارض صغيرة لا يملكها، بعد كده بقى اصبح يملكها، بعد كده انتقل لقطعة ارض كبيرة ما كانش يملكها في البداية، انما مع الشغل هيملكها وهيسدد ثمنها. انما جاله سمسار اراضي وقال له على قطعة اراضي بقى كبيرة جدا، وانها ممتازة ورخيصة تاخدها ببلاش كمان يعني ببلاش. فقال له يعني كده ده انا لازم تاخدني لأشوف الارض ديت. وكان الارض دي بيعيش فيها قبائل تركية، فقال له نروح نشوفها. ففعلا صاحبه ده وده للأراضي السمسار دوت، وده وشاف القبائل، قابل القبائل التركية، وخد معاه هدايا بقى، ادالهم الهدايا، والناس قابلوه كويس جدا وانبسطوا بيه، وانبسطوا بالهدايا اللي هو اشتراها لهم يعني، وحبوا انه يكافئوه. قال له يعني احنا عايزين نكافئك، اطلب اي شيء،
اطلب اي شيء انت عايزه. قال اي شيء اي شيء يعني؟ قال له اطلب اللي انت عايزه. فقال انا عايز قطعه الارض اللي انا شفتها بره دي، في قطعه ارض شفتها اللي بره دي انا عايز اشتريها منكم. فيعني ابتدوا يتوشوشوا كده بينهم وبين بعض، وفجأة دخل على قالوا له بقى ايه يعني، ما نقدرش نديك كلمتنا مباشرة الا لما رئيس القبيلة يجي. وفي وحصل بينهم جدال، في ناس قالوا لا ممكن نقول رأينا مباشرة. المهم هما بيتكلموا، رئيس القبيلة دخل، هما كلهم قاموا كده، فهو عرف ان ده رئيس القبيلة، وقعدوا يتكلموا بينهم وبين بعض بالتركي. ورئيس القبيلة يعني استمع لآرائهم ان هو عاوز يشتري قطعة الارض ديت، فابتسم كده ووافق يعني. وقال له يعني قال له لما الراجل بقى بحوم ده سأله بكام قطعة الأرض بكام، قال له أولا خد أي أرض أنت عايزها أيا كان حجمها، والسعر بتاعها هو ألف قطعة العملة الروسية دي اسمها روبل، 1000 روبل في اليوم. فالراجل ما فهمش بهوم ده، ما فهمش ايه 1000 روبل في اليوم ده يعني ايه. قال له فشرح له بقى، قال له انت بتبدأ من عند الفجر عند شروق الشمس، تبدأ تمشي على قد ما تقدر، اقطع من الارض ما تشاء وما تستطيع، المهم انك ترجع وتاخد معك اللي بيعملوا بيه الارض ده اسمه ايه، شادوف تقريبا، مش فاكر اسمه ايه اللي بيعملوا بيه الارض دوت، اللي هو السبيد، اسمه سبيد بيحفروا بيه الارض. قال له تاخد معاك السبيد دوت بحيث تعمل علامات وانت ماشي، وابعد مكان توصل له كل ما تحود يمين او شمال تعمل علامات عشان نعرف الاراضي اللي انت قطعتها ومشيتها، واخر مكان توصل له اعمل كتلة من الرمل كده، كومة من الرمل، وارجع تاني قبل غروب الشمس، لازم توصل قبل غروب الشمس. لو وصلت قبل غروب الشمس كل الأراضي اللي انت قدرت تمشيها دي ملك ليك، إنما لو وصلت بعد غروب الشمس فالألف روبيل اللي انت دفعتها دي تروح عليك وخلاص يعني ما تاخدش حاجة. فالراجل وافق، قال ده رهان سهل قوي، وافق طبعا. فنام بدري وعلى اساس يصحى، وصحي فعلا الفجريه، وهو بقى قبل ما يصحى حلم عجيب، حلم انه شاف رئيس القبيله واقف عمال يضحك عليه. فهو راح قال له انت بتضحك ليه يعني، بتضحك كده ليه؟ ففجاه لقى رئيس القبيله ده شكله تغير بقى السمسار وبيضحك، وفجأة لقى السمسار ده تغير لقى نفسه هو بقى رائد على الأرض ميت، ولقى الشيطان واقف بيضحك عليه. فقام من الحلم ده مفزوع ومش عارف يفسره. المهم يعني راح صحى رئيس القبيلة علشان بعد الفجر يعني علشان يبدأ الرحلة بتاعته. ففعلا الناس اتجمعوا وقفوا خدوه عند بداية على قمة التل يعني، واداله الجروف ده تقريبا اسمه جروف دوت، اداله جروف وقال له خلاص انت الشمس هي هتبدا تشرق، ابدا امشي بقى، وكل ما انت بعد كل فتره تبدا تعمل علامه على الارض بالجروف ده، واخر مكان توصل له اعمل كومه من الرمل وارجع تاني. وبدا فعلا الراجل يمشي، واداله مع بعض الخبز عشان ياكل يعني وكده، وبدأ يمشي بقى. وكان الجو يعني برد، إنما مع المشي ابتدى يتحرر، قلع البلطو اللي لابسه وقلع الحذاء اللي لابسه أيضا عشان يتحرك بسهولة، وبدأ من وقت للتاني يعمل العلامات اللي على الأرض دي، وابتدى يتعب على الظهرية كده، ابتدى يتعب ويجوع وعرق وقعد نام على الأرض كده شوية يريح، إنما ما نامش، لم مش تمدد الأرض، خاف لا يروح في النوم، يدوبك يريح شوية. وبعد كده قام وكمل مشي ويشوف الأراضي، أراضي ممتدة وشاسعة وجميلة ولم تزرع من قبل، يعني أرض لم تزرع من قبل، فهي يعني أرض يعني أفضل أرض للزراعة، أرض لسه فيرجن يعني بكر.
ففضل يمشي 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 لغاية ما وقت العصرية كده قطع مسافة شاسعة من الأراضي، وخاف بقى للوقت يسرقه، فقام ايه اكتفى قال كده كفاية، وقام شوية رمل كده عمل كومة وعمل خط عشان يحدد المكان بتاعه. بدأ يرجع، هو بيرجع بقى لقى بقى بيرجع وشايف الشمس وهي بتبتدي تتجه غربا، وهو بقى عمال يجري ويجري ويلهث وتعب جدا وبقاش قادر، وبقى شايف لغاية ما وصل شاف التل وشاف الناس واقفين على قمة التل منتظرين، وهو خلاص الشمس على وشك انها تغرب، وادرك انه هو خلاص هيخسر الرهان. فضل يجري بعزم ما عنده يعني اخر نفس عنده، والرئيس القبيلة والناس اللي في القبيلة واقفين على قمة التل يشجعوه يقولوا له يلا استمر هيا. المهم فضل يجري ويجري لاخر نفس عنده لغايه ما قدر يوصل، كان مع بال ما يعني ما وصل كانت الشمس خلاص غربت، انما لقاهم برضو عمالين يشجعوا فيه ان هو يكمل. فلما لقى تشجيعهم ده استمر في الجري لغايه ما وصل ليهم فعلا. وقبل ما يبدا الرحله طبعا كان دفع ال 100 روبل، والراجل رئيس القبيله حط ال 100 روبل دول على القبعه بتاعته على الارض كده. فوصل للغاية هناك وترمى على الأرض مش قادر ياخد نفسه، كان خلاص نفسه قطع بقى خلاص من الجري طول اليوم، من شروق الشمس إلى غروب الشمس هو ماشي وبيمد وجري ورايح جاي، فكان خلاص. وكل ده طبعا بيؤمل نفسه استحمل، هو يوم هتتعب فيه إنما استحمل وهترتاح بعدها والأراضي دي كلها ليك. رجع نام على الأرض مش قادر ياخد نفسه من التعب، والناس اتلموا عليه فرحانين بيه انه هو نجح في يعني نجح في الرهان، كسب الرهان يعني. ولقى ان رئيس القبيلة واقف بيضحك، يعني بيضحك فرحان بيه انه كسب الرهان، انما رئيس القبيلة بيجي بيهز لا مات الراجل، مات من التعب ومن الإرهاق ومن الجهد الشديد دوت مات. والقصة بتنتهي بإن السمسار اللي جابه حفر له حفرة ستة قدم فقط يعني تكفي للقبر، ودفنه فيها. وهي دي القصة، كم من الأرض يحتاج الإنسان؟ الإنسان هو ده الجري اللي جريه ده كله والأراضي اللي قطعها دي كلها ظانا أنه سيملكها في النهاية. كل اللي احتاجه من الأرض دي كلها مسافة القبر اللي هيلمه في النهاية. القصة زي ما بقول أنتوا أكيد كلكم عارفينها وسمعتوها قبل كده بشكل أو بآخر، إنما يمكن مش كتير يعرفوا إن اللي كاتب القصة دي ليو تولستوي. والثلاث قصص اللي هنناقشهم في الكتاب دوت، القصة ديت وقصة موت إيفان إيليتش وقصة ذا كرويتسر سوناتا، الثلاث قصص دول هو كتبهم بعد ما مر بهذه التجربة الروحانية اللي غيرت في حياتي كلها وعملت ثورة في حياة تولستوي. فواضح إن القصة دايداكتيك، يعني دايداكتيك يعني لها هدف تعليمي، قصة تعليمية وفي درس من وراها. يعني طبعا الدرس المباشر اللي ممكن نطلع بيه من القصة ديت ان يعني زي المثل الشعبي اللي بيقول الطمع يقل ما جمع، الطمع يقل ما جمع، وان الانسان مهما بيجري ومهما بيسعى يعني طمعا في الحصول على اكبر ثروة ممكنة، في النهاية هو مش هيحتاج للثروة دي كلها. يعني الـ 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 الربح المادي والثروة المادية مش هي كل حاجة، ومش هي دي كل الإنسان بيحتاجه. الإنسان بيبقى عنده مليون واثنين وعشرة وبلايين الدولارات، وبدل البيت عنده بيتين وعشرة، وبدل القصر عنده قصرين وعشرة، وبدل الفدان عنده آلاف الفدادين، إنما في النهاية
حتى في حياة الإنسان، الإنسان مش محتاج لكل الأراضي دي. في حياة الإنسان، الإنسان هيعيش في شقة واحدة أو في فيلا واحدة، أو يعني مش محتاج كل ال 30-40 شقة. في ناس بيموتوا، بنقرأ بقى بعد ما ماتوا إن عندهم مش عارف 20 شقة ملك، ومش عارف 30 فيلا فين وفين، وفي كل بلد لهم فيلا ولهم قصر ولهم. هل هم يعني فعلا عاشوا في كل هذه الأماكن وفي حياتهم، وعند موتهم كل ده ولا لي أي قيمة؟ في النهاية كل اللي هو محتاجه هو القبر، واللي هيفضل في قبره إيه؟ هو عمله، إن كان عملا صالحا فالقبر يعني روضة من رياض الجنة، وإن كان عملا غير صالح فيعني شيء آخر، حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فده هدف القصة، ودي رسالة القصة أو الحدوتة دي أو الحكاية دي باختصار شديد. طيب القصة الثانية بتحكي عن موت واحد اسمه إيفان إليتش. قصة إيفان إليتش بقى، موت إيفان إليتش دي بتحكي عن واحد يعني قاضي وصل لأعلى المناصب كقاض، وكان يعني متزوج وعايش في فيلا وعايش عيشة يعني ثرية، وفي من ناحية المادية يعتبر يعني حاجة كويسة جدا. إنما وجد فرصة للعمل في مدينة أخرى، فقال لزوجته انه هينتقل لتلك المدينه، وفعلا انتقل لتلك المدينه للعمل فيها وبدا العمل فيها، انما راح لوحده وساب اسرته بحيث ايه هو يعني يجد مكان الاول فيلا ويجهزها وبعد كده يستدعي اسرته. وبالفعل كان بقى حريص جدا ودقيق جدا في اختياره للفيلا ديت، يعني كان في اختيار الستائر، السيراميك أو الأرضية، السجاد، الألوان، كان دقيق جدا في اختيار كل يعني جزئية من جزئيات الفيلا ديت، العفش والأثاث وكده والمفروشات. وفي مرة وهو بيوري للعامل الستارة، حاجة في الستارة ازاي تتعمل، طلع على السلم وبيوريه، وهو جيب ينزل رجليه زحلقت فوقع، انما هو على انه كان رياضي فما يعني قدر يتمالك نفسه ويستعيد توازنه ويمسك في السلم قبل ما يقع تماما، انما السلم يعني ايه خبطه في جنبه، جات له خبطة في جنبه كده وثبت كدمة كده في جنبه، إنما بعد مع الوقت كده الألم ابتدى يروح لغاية ما تعافى تماما منها، وأسرته وصلت البيت الجديد، ويعني كانوا سعداء جدا، سعداء جدا بالبيت دوت وبالفرش بتاعه وكل حاجة. طبعا القصة ما بتبدأش بموته ده على طول مباشرة، يعني القصة بتبدأ بشخصية أخرى راح يعزي في موت هذا إيفان دوت، وقابل زوجته، وزوجته كلمته عن إن كان ليه معاش وكل دوت. والراجل اللي هو البطل القصة اللي بيحكي بقى دوت يعني حس إن يعني ما فيش حزن حقيقي لا من الزوجة ولا من الأسرة، ما فيش حزن حقيقي على موت إيفان إليتش ده. فالقصة بقى الحقيقة بتبدأ بقى بتورينا حياة إيفان إليتش ده لحد ما مات. فحياته زي ما قلت يعني وتدرج في السلك القضائي لأن وصل إلى قاضي، وكان غني وسمعته طيبة جدا، سمعته طيبة وكده. فبعد أسرته ما وصلت وعاشت معاه في البيت الجديد، الألم عليه يعني اللي في جنبه ده رغم إنه راح، إنما بدأ يظهر زي ورم كده في نفس المكان، وبدأ يعني يألمه مرة ثانية. فزوجته اقترحت عليه إن هو يروح يشوف دكتور، عن يشوف نفسه عند دكتور مشهور. فراح فعلا عند دكتور، الدكتور يعني قعد يعني الأول
يعني يتصرف بشيء من يعني يصبغ على نفسه ويرسم من حوله هالة من الأهمية. وبعد ما كشف عليه قال له، قاعد يكلمه بطريقة طبية ويشخص حالته بطريقة طبية علمية، وإن هو شاكك إن ده يكون البنك الزايدة ولا الزايدة الدودية ولا الفلوتين كيدني، إن الضربة أثرت ضربت الكلية فحركتها من مكانها، فبقى اسمها فلوتين كيدني، يعني الكلية الطافية مش ثابتة في مكانها، عشان كده بتسبب له الألم. الدكتور كل همه هل هي التشخيص الزايدة الدودية ولا الكلية عنده تعبان. وإيفان دوت ما يهموش إن كانت كده ولا كده، المهم بالنسبة له هل هي مسألة حياة أو موت، هل هي خطيرة جدا، هل هي مسألة حياة أو موت، هل هناك علاج. الطبيب يعني كل ده ما مش في دماغه، مش مهم عنده إن كانت مسألة حياة أو موت، المهم عنده التشخيص والحالة الطبية. فالمهم إيفان مرتاحش للراجل دوت للدكتور ده، وعاد البيت والألم ابتدى يشتد عليه، أخذ الدواء طبعا في معاده، وإنما الألم بقى يزداد يوم بعد يوم، وبقى يأثر عليه في شغله، إن في عمله يعني ما بقاش مركز وبيخطئ كتير وكده يعني. راح لطبيب تاني، والطبيب التاني ادى تشخيص اخر ودواء اخر وتشخيص تاني، قال اتفق مع الطبيب الاولاني، وانما ما فيش اي دواء كان مريحه، الالم كان في ازدياد وتعبه في ازدياد، وزوجته بدأت تتبرم بيه، وحتى أولاده بدأوا يتبرموا بيه وبقوش طايقينه، لأنه يعني أصبح كأنه يعني عبء عليهم الألم بتاعه ده، وبقى يقعد في البيت كتير وما يروحش الشغل من التعب اللي هو فيه، وأصبح عبء على الأسرة كلها. فالوحيد بقى اللي كان بيريحه الولد، كان فيه ولد خادم، هو دوت الوحيد اللي حس معاه براحة، يعني الولد شاب هو اللي كان بينظفه، يعني حتى الدكتور يعني يقول البراز بتاعه لازم يتشال بطريقة معينة، وكان هو الولد ده اللي بينظفه وبياخد باله منه. فكان إيفان بقى يعني محرج منه، إنما الولد كان بيخدمه وبيشرف على نظافته بمنتهى الود يعني، ومش واخد يعني بدون أي تأفف، وده الوحيد اللي كان إيفان يعني إيه بيرتاح في وجوده، كان يحاول دايما يجد أي يعني عذر كده أو حجة علشان يتكلم معاه، وكانت الطريقة الوحيدة وهو رائد اللي كان بيرتاح فيها وحس إن مفيش ألم في جنبه، إنه يبقى حاطط رجله رافع رجليه كده، فكان يخلي الولد الخادم دوت يبقى قاعد قدامه ورافع رجليه أداميه على الكتفين، الكتف بتاع على كتفي الولد، وكان الولد يقعد طول الليل بهذا الشكل بدون أي يعني غضاضة ولا، وعادي خالص. إنما كان الألم بقى بيشتد بيزداد وبيشتد عليه يوم بعد يوم، لغاية ما يعني خلاص حس إن هو بيموت، وكل اللي حواليه كانوا يعني مش عايزين يقولوا له إنه بيموت، يعني بيهربوا من حتة، يتهربون من حد مسألة إنه بيموت، مسألة إنما واضح جدا، حتى الدكتور يجي يشوفه، الدكتور يكشف عليه ويقول له يا ترى أقدر أساعدك إزاي، فهو يبقى يقول له أنت ما تقدرش تساعدني، يبقى أنت لو هتقدر تساعدني كنت ساعدتني. وحس بقى بكراهية لكل الناس اللي حواليه، أصبح بيكره زوجته، بيكره الدكتور اللي يجي يشوفه، الوحيد اللي كان بيرتاح معاه هو هذا الخادم اللي كان بيرعاه، يعني جيرازيم كان اسمه. في الأيام الأخيرة بقى قبل وفاته بدأ يسأل نفسه
يعني هو ما كانش متدين خالص. فبدأ يسأل نفسه إيه اللي عمله في حياته غلط عشان يتعاقب عليه بهذا المرض وبالموت المفاجئ ده؟ إيه اللي عمله في حياته غلط؟ هل يا ترى عاش حياته بشكل خاطئ؟ لما يجي يبتدي يسترجع حياته يلاقي إنه ما فيش أي حاجة هو فاكر إنه عملها غلط، يعني لا تلقى رشوة ولا ظلم أي حد ولا تكاسل في عمله ولا أهمل في عمله، عاش حياته بشكل نموذجي. فيعني إيه اللي عمله غلط هو مش عارف. وبقى كل ده بدأ يعني يسأل ربنا، يا رب أنت بتعاقبني بالمرض ده ليه؟ وليه أموت بكده؟ وبقى مرعوب من الموت بقى اللي جاله فجأة ده. وزوجته هتقترح عليه أنه يجيب لقص يسمع الاعتراف بتاعه تمهيدا يعني لموته، وبالفعل هيجي واحد رجل دين ويسمع الاعتراف منه ويحس براحة، والتعب هيشتد عليه جدا وبيكون بيصرخ بالليل، وتيجي زوجته تشوفه يبقى هو عارف ان هي مش طايقاه، وان هي بتكرهه، وان هو اصلا بقى ابتدى يكرهها، وان الكل اصبح ينتظر موته، حتى يعني بنته في واحد جه يتقدم لها او يعني على وشك انه يتقدم لها، وهيخرجوا سوا مع امه او مع زوجته لمسرح، وهو تعبان رائد مش قادر. وكان فكرهم كله في المسرحيه اللي هيروح يشوفوها. فحسس ان هو اصبح عبء عليهم، ووجوده اصبح بلا فائده لهم، وان الافضل ليه انه فعلا يموت. ده بيفكرني بروايه التحول لكافكا اللي عملت عليها حلقه، ان هو فعلا لما حس انه اصبح بعد ما تحول الى حشره واصبح عبء عليهم هو نفسه انهى حياته. قصه مؤثره جدا برضه. وقبل ما يموت بقى يعني في حاجة يعني جملة تولستوي كاتبها، إن الحاجة اللي ناقصة في حياته قد تكون بعده عن الله، لأن هو شايف إنه ما عملش أي حاجة غلط في حياته، حياته كلها سليمة وماشي يعني كما زي الكتاب ما بيقول. إنما مين قال له إن يعني هو بقى يقول كده، من أدراه أن ما كان يفعله هو الصواب؟ من أدراه أن الطريقة التي عاش بها وأن الحياة التي عاشها هي الصواب وهي الحق، وهو كده عاش فعلا حياته بشكل سليم وبشكل صحيح؟ مين قال له؟ مين قال كده يعني؟ فهو حس إن هو إن الحاجة اللي كانت ناقصة في حياته هو وجود الله في حياته، انه يعني كان بعيدا عن الله. وهيبدا لما هيحس ان يعني يحس بالله بقى في قلبه وفي ساعاته الاخيره دي، هيبدا يتقبل فكره الموت. وهيشوف، وتولستوي بيشرح بقى بيوصف لحظات موته ديت، اللي طبعا انا يعني مستحيل اقدر انقل لكم الوصف بتاع تولستوي، وصفه لآلام هذا الرجل ومعاناته وتفكيره في حياته ده يعني حاجة لازم تتقري، ما ينفعش حد يحكيها، لازم تتقري، حاجة فعلا أديب عظيم. فالراجل دوت قبل ما إيفان ده بقى قبل ما يموت هيشوف ثقب أسود، اللي هو الثقب الأسود ده الموت يعني، وهتبدأ يشوف يعني أشخاص تظهر له، وحياته كلها تمر، شريط حياته كلها يمر قدامه، حياته كلها هيشوفها قبل ما يموت. وهيبدأ الثقب الأسود ده هيبتدي يلتهمه، يعني هيبدأ هو كأنه بيسحبه كده. إنما لما هيدخل جوه الثقب الأسود ده هيلاقي إنه طاقة من النور، يعني هذا الثقب الأسود فيه خلفه فيه طاقة من النور، وهيموت. إنما هيحس بقى إن إيه يعني، بيقول إيه، in place of death there was light، يعني بدلا من الموت كان هناك نور. So that's what it is، يعني هو بيقول بقى بيقول إيه، هو ده الأمر بقى هكذا. He suddenly exclaimed aloud، يعني صرخة صاحة، what joy، يا لها من فرحة،
For him all this happened in a single instant. كل ده حصل له بالنسبة له في برهة من الزمن. And the meaning of that instant did not change. ومعنى هذه اللحظة لم يتغير. For those present, his agony continued for another 2 hours. إنما بالنسبة للناس اللي حواليه معاناته وآلامه وصراخه ده استمر لمدة ساعتين شايفينه في آلام. إنما هو بالنسبة له كان خلاص شاف الحقيقة وشاف بدل المدة شاف نور. Something rattled in his throat. في حشرجة بقى في زوره. His emaciated body twitched وارتجف جسمه الضعيف. Then the gasping and the rattle became less and less frequent. والحشرجة دي بدأت تقل شيئا فشيئا. It's finished. في واحد قال خلاص الموضوع انتهى. وبعد كده he heard these words and repeated them in his soul. وسوى سمع هو بيموت خلاص وما شاف سمع واحد بيقول ده مات خلاص وهو بدأ يعني ردد هذه الجملة في روحه وقال ايه he said to himself death is finished. الموت هو اللي انتهى. لأنه بعد الموت اكتشف أنه لا مش موت وخلاص. إنه كان الشيء اللي رعبه من الموت هو أن بعد الموت إيه فيه خلاص نهاية وعدمية وظلام. فهو بيقول بقى death is finished. الموت هو اللي انتهى. الموت إنه في تلك اللحظة عند موته هو اكتشف أن لا ده ما وراء الموت فيه طاقة من النور. في طاقة من النور. ففكرة الموت والرعب والخوف من الموت هو اللي انتهى. He said to himself, it's no more, it is no more. ليس هناك موت بعد الآن. He drew in a breath, أخذ نفسا, stopped in the midst of a sigh. وتوقف هذا النفس, توقف في منتصف sigh, تنهيدة. Stretched out and died. وتمدد ومات. دي القصة. إنما القراءة حاجة تانية. هو يعني فعلا الأسلوب والطريقة اللي تولستوي شرح بيها واصف بيها آلام هذا الرجل ومسألة تذكره الحياة وتفكره في حياتي يعني أسلوب أدبي أنا عاجز على إني إن أشرحه أو إن أعيد وصفه يعني لابد من قراءتها. والحاجة اللي بتخلينا يعني أو القصة دي عايزة تقوله إن الموت ممكن يجي لأي واحد فينا في أي وقت. يعني الراجل دوت إيفان ده كان قاضي مشهور وكان عايش في فيلا كبيرة وثري من الأثرياء ويعني له مكانة وله منصب وكان رياضي وصحة كويسة. يعني بدليل أنه لما وقع من السلم قدر أنه يحفظ توازنه ويستعيد توازنه وما يقعش على الأرض. إنما حادثة بسيطة خبطة بسيطة في جنبه تسببت له في هذا المرض العضال اللي أودى بحياته. ففجأة لقى نفسه خلاص الموت على يعني مقربة منه بين عشية وضحاها. وفي خلال يعني أيام أو أسابيع أو شهور انتهت حياته فجأة هكذا. فالقصة اللي ممكن احنا بقى نستفيد منها ايه ودي يعني اهم يعني فعلا قصة زي دي اهم من 100 موعظة اهم من 100 خطبة دينية ممكن الواحد يسمعها عن الموت ويتأثر في ساعتها كده وخلاص. انما قصة زي دي قراءتها هتعيش مع الواحد لسنين لأن هي دعوة لأي إنسان ولأي قارئ بيقرأ القصة دي إنه يعيد حساباته وإنه يعيد تفكيره في حياته ويشوف هو عاش حياته إزاي وهل يا ترى عايش حياته فعلا بشكل سليم أو لا. ممكن الإنسان يكون فاكر إنه هو عايش حياته بشكل سليم وإنه هو يعني بيعمل الصح وكل حاجة وفي الآخر فعلا يكون العكس تماما. يعني زي الآية القرآنية في سورة الكهف الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني آية قوية بشكل يا خبر إيه ده. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وزي إيفان ده كده ضل سعيه في الحياة الدنيا إنه ركز فقط على المناصب على المنصب وعلى المال وعلى الجاه وعلى
وكان من ناحية بقى الدينية كان مبتعد تماما من الراحة الروحانية، مبتعد تماما ملهاش وجود في حياته. لما المرض ده جاله وشاف انه خلاص الموت قرب عليه، ابتدت فكرته ونظرته تتغير تماما. واعتقد ان هي دي الرسالة اللي القصة عايزة تقولها. القصة الثالثة The Kreutzer Sonata دي يعني هي نوفيلا، رواية قصيرة. والقصة The Death of Ivan Illich أيضا نوفيلا، رواية The Death of موت إيفان إليش دي حوالي 50 صفحة. وقصة Kreutzer Sonata The Kreutzer Sonata يعني نقدر نقول من صفحة 64 لصفحة 140، يعني حاجة 80 صفحة تقريبا، يعني نوفيلا. دي أيضا القصة دي بتحكي عن ناس في قطر مسافرين وفي يعني قاعدين قصاد بعض، وفيها يحصل نقاش حول الزواج. يعني في سيدة ومعها محامي وناس حواليهم، وبيبدأ الكلام على الزواج اللي بيكون مش مبني على حب. والست هتكون، السيدة دي هتكون بقى ايه، متعصبة ويعني غاضبة جدا من الزواج اللي بيتم بدون حب، وان ازاي ان في واحدة ممكن تعيش مع واحد هي ما بتحبوش، هذا زوج واحد ما بتحبوش، والناس اللي حواليها هيتفقوا معاها، وفي ناس هيختلفوا معاها ويقولوا لا الجواز، احنا بذات الناس الكبار في السن، الجواز على ايامنا كان بنتجوز ما بنشوفش العروسة أصلا إلا ليلة الدخلة، نفس الأوضاع زي كانت في الوضع المجتمعات الشرقية، يعني ما بنشوفش العروسة إلا ليلة الدخلة فقط، إنما العيشة بتمشي والكلام ده كان أغضب جدا. إنما الراجل العجوز ده بعد ما نزل بدأ الحوار استمر مرة أخرى، إنما في واحد بقى كان طول الكلام ده ساكت ويعني مش عاوز يتكلم مع أي حد، رغم إنه هو كان قاعد قصاد الكرسي اللي قصاد بطل القصة اللي بيحكي اللي بيسرد الحكاية. فبدأ هو بقى يتدخل في الحوار، الرجل اللي ساكت على طول دوت بدأ يتدخل في الحوار وسألها تقصدي ايه بالحب دوت، يعني ايه حب يعني. فهتتقول له الحب يعني ان واحدة تختار واحد يعني من بين كل الناس، تختار واحد وتكون هو ده اللي عايزة تعيش معاه. فهيبدأ يسألها طب عايزة تعيش مع المدة قد ايه، يعني تعيش معاها الحب ده هيستمر لغاية قد ايه، يعني مدة شهر شهرين سنة سنتين. لما في النهاية تقول لا لنهاية العمر، هقول لها مفيش حاجة زي كده، الكلام ده في الروايات بس، انما في الحقيقة مفيش حد بيتجوز عن حب، ولو في واحد تزوج وهو يظن انه تزوج عن حب، فالحب ده بيروح ويجي وبيستمر لفترة معينة وتبدأ المشاكل تظهر والخلافات تظهر ويكتشفوا انهم اتنين غرباء عن بعض وان مفيش اي حاجة بتجمعهم وحياتهم بتتحول الى جحيم. فالكلام هيضايقها جدا وهتقوم بقى هي تنزل المحطة والكمبارتمنت العربية اللي هم فيها ده هتخلو بقى من سوى من هذا الرجل اللي بيحكي القصة والراجل اللي هو يعني ايه دخل في حوار مع تلك السيدة. فهيقول له قبل ما الناس يسيبوا العربية الراجل ده هيقول لواحد من اللي كان بيتناقش معه، يقول له انت اكيد عارفني عارف شكلي. فهيقول له لا ما عرفه، يقول له لا انت عارف شكل صورته، واضح بقى ان صورته كانت نشرت في الجرائد ان هو قتل زوجته. فبعد الناس ما هينزلوا من القطار والعربية تفضل إلا على هذين الرجلين، هيبدأ يحكي قصته للراجل اللي قاعد قصاده، هيقول له انت اكيد عايز تعرف قصتي، انا هحكي لك قصتي. هيقول له ان هو قصته، والراجل دوت اسمه بوزدنيشف،
بوز تنشف ده هيحكي بقى قصته، هيقول ان هو كان شابا زي كل الشبان، وكل الاراء اللي بوز تنشف قالها في القصة دي هي اراء تولستوي. فهيقول ان هو كان شاب روسي زي كل الشبان لغاية يعني فترة المراهقة دي كلها، كان يعني لا يعني لم يحصل اي احتكاك بينه وبين اي امرأة سوى في الخيال فقط. ويقول ان هو خياله corrupted، ان هو خياله فسد من كتر التفكير في المرأة. المرأة دايما كانت في خياله في مرحلة المراهقة دي، وكان بيخرج مع اصحابه الى، وكان لي اخ اكبر منه بيخرجوا سوا مع اصحابهم، والى ان في ليلة بدأوا يشربوا وراحوا لبيت يعني للدعارة، وبدأ يمارس الجنس مع سيدات، وبدأت حياته تتغير. إنما ما كانش بيفرط في هذه العملية زي باقي أصدقائه، وكان دي حاجة بقى هو شايف نفسه إنه هو يعني هو كده يعني مفضل عليهم في الحاجة دي. هو شايف إنه هو لا يفرط في هذه المسألة، إنما كل الناس اللي حواليه لما كانوا بيسمعوا أو بيعرفوا حاجة زي كده كانوا بيشجعوه وبيعتبروها أن ده شيء طبيعي جدا، وشيء طبيعي للتنفيذ عن رغباته المكبوتة، وشيء صحي. محدش أبدا قال له أن اللي بيعمله ده غلط. حتى الناس الكبار في السن كانوا لما يعرفوا أنه هو بيعمل الشيء ده كانوا يشجعوه، قالوا ده منفذ طبيعي أو شيء طبيعي للتنفيذ عن رغبته المكبوتة. إلى أن فكر أنه يتزوج أو قابل واحدة يعني، فكانت دي يعني شكلها لا بأس به، وهو كان وسيم. فهي اللي يعني أحبته، وعرفت تجر رجله بمعنى آخر يعني هو حس أنه تعمل له مصيدة، فأنه هو وقع في المصيدة ديت وتزوج. وبعد فترة وجيزة جدا بدأت الخلافات تدب بينه وبين زوجته، وبدأ يلاقي أن هي بقت عصبية جدا وتتخانق على الفاضي والمليان، وصوتها بقى يعلى وتزعق، وبقوا يتخانقوا على أتفه الأشياء وأبسط الأشياء، وبقوا يتخانقوا على أشياء هو بعد ما يتخانقوا عليها ينسى هما كانوا بيتخانقوا على إيه أصلا. على كل شيء بقى يوميا بقى فيه خناقات بينه وبين زوجته ديت. وخلفوا 5 أطفال ما بين أولاد وبنات، وبقت يعني زوجته ديت يعني بقت هي تميل لابنهم الأكبر واخداه في صفها. يعني كل ما يحصل خلينا تقول له شايف أبوك بيقول إيه، شايف أبوك بيعمل إيه، شايف أبوك، وتخلي الولد يعني إيه في صفها. وعلى حين إن لي بنته الكبرى كانت هي اللي في صف أبوها، وكانت على طول مع أبوها يعني كان يلعب معاه على طول من صغرها، فكانت هي المدللة بتاعته يعني. بعد ما خلفت أول طفل، الدكتور كان الشخصية دي بقى الرئيسية اللي هو البوزدنيشف ده، كان بيكره الأطباء جدا. وكان ليه بقى؟ لأن الأول الطبيب بعد ما هي خلفت أول ولد منع عليها أن هي ترضع الطفل دوت رضاعة طبيعية، وقال لها ده هيأثر عليك وما إلى ذلك. وبالفعل امتنعت وكأنها فرحت وكأنها ساعدت، لأن ده هيأثر على جمالها وابتدت تهتم. إنما بعد كده خلفت 4 أطفال وأرضعتهم رضاعة طبيعية وما فيش أي حاجة حصلت. وبعد الأربع أطفال دول بقى عندهم 5 أطفال، واكتفوا بالخمس أطفال دول، وبدأت بقى تهتم بنفسها. هو لاحظ إن هي ما زالت شابة وما زالت جميلة، ولما بتخرج في المجتمعات يعني بتجذب أنظار الرجال بجمالها وشبابها، فأصبح يغار جدا. إلى أن يعني في شخص بقى ظهر في حياتهم، وده اللي إيه اللي يعني قلب حياته رأسا على عقب. الشخص ده شاب موسيقار
يعني جي كان يعرف أخوه من زمن. المهم جي زارهم قبل كده ذات مرة، يعني جي زارهم في بيتهم واضطر يعني أن يستقبله في بيته ويقابله مقابلة كويسة، واضطر أيضا من باب المجاملة أنه يعزمه على العشاء، قال له تعالى تعشى معانا بالليل. فجي تعشى فعلا معه وهو موسيقار بيعزف على الكمانجة. فقال له ده فلانة زوجتي دي أيضا بتلعب على البيانو، إنما يعني محبة يعني. ففعلا طلب منها تعزف على البيانو، فبدأت تعزف يعني وهي مستواها لسه. والفايلينس دوت بتاع الكمانجة الموسيقار بدأ يعزف على الكمانجة معاها، واتفقوا ان هم يعملوا يعني زي عزومة يدعوا فيها أصدقائهم، والاثنين يعزفوا قطعة موسيقية للضيوف. فاتفقوا على كده، وإنما الراجل بقى بطل القصة بوزدنيشف دوت بقى من جواه غيور جدا، من حاسس ان في حاجة غير طبيعية، من النظرات كده نظرة واحدة كده تبين ان في حاجة غير طبيعية، بين في اعجاب بين الموسيقار ده وبين زوجته، انما هو مش عاوز يظهر بمظهر الغيور. فكان بيكتم هذه المشاعر، هذا الشعور، وبيحاول يتصرف تصرف طبيعي. وفي مرة هو راجع من الشغل لقى البلطو بتاع الموسيقار ده متعلق، ولما دخل لقى الناني بتاعة الأطفال يعني تاخد بالها من الأطفال، وفي الغرفة الجلوس بقى يعني في غرفة ورا غرفة. لما عدى من غرفة الأطفال ديت ودخل على غرفة الجلوس لقى الموسيقار دوت زوجته قاعدة بتلعب البيانو وقاعدين يدردشوا ومش عارف ايه. فجي زار كده زيارة مفاجأة بدون ما يخطره ولا أي حاجة، وهو في شغله رجع لقى الضيف دوت، فيعني اتضايق وبان عليه الغضب، إنما برضو حاول إنه يكون يظهر يعني إنه ما تأثرش بالكلام ده. فجي رحب بيه أيضا، وقال له الموسيقار ده قال له إنه جي عشان ياخد رأيها في أي قطعة موسيقية هيعزفوها اليوم دوت، لأنه مش عارف يعني يعزفوا قطعة موسيقية لبيتهوفن، قطعة يعني جادة وصعبة، ولا يعملوا حاجة سهلة وخفيفة. المهم قال له انا واثق في ذوقك، الراجل يعني قال له انا اثق في ذائقتك، انت اختار اللي انت تحبه، وانا واثق ان زوجتي ايضا هتثق في ذوقك. اللي هو بعد ما مشي زوجته قالت له انا حاسه ان انت متضايق، لو مش عايزني يعني اعزف معاه انا ممكن فقال لها لا ده عادي خالص اعزفي معاه. فقالت له بس انا حاسه ان انت متضايق. ف قال لها بقى لا ايوه انا فعلا متضايق من الراجل دوت، وحاسس انه يعني مش نيته مش سليمه يعني وكده. وطبعا تولستوي هو بيكتب يعني انا بحكي المواقف تصاعد الاحداث، انما القصه بقى من جوه بيجيب لك الريفليكشن بتاع الراجل نفسه، يعني الافكار والراجل بيفكر ازاي، مشاعر الغيره دي داخله بتتطور ازاي، وكل الافكار اللي بتدور في دماغه. هي دي الكتابة الأدبية اللي لازم تتقري علشان يعني تستمتعوا بيها، لأن فعلا الثلاث قصص دول لو قرأتوهم هتستمتعوا بكل كلمة فيها في القصص دي. فهيقول لها فعلا أنه غير منه ومتضايق منه، فهتقول له إزاي تحط نفسك في المكان في الموقف ده وتحطني أنا في الموقف ده. أنا هو بالنسبة لي مش أكتر من موسيقار، والشيء الوحيد اللي أنا معجبة بيه هو فنه في موسيقى، إنما كرجل هو مستحيل أبص له ده يعني في مكانة أقل من إن أنا أنظر إليه، أنت بتهني بهذا الشكل. فالمهم هو هيقتنع بكلامها ظاهريا، إنما لما يقعد لوحده برضه مش هيبقى مقتنع وهيكون متضايق. وفي الليلة ليلة العزف بقى
الضيوف كلهم جم، والموسيقار أيضا جه وعزفوا، بدأوا يعزفوا القطعة موسيقية لبيتهوفن اسمها The Kreutzer Sonata، اللي هي عنوان القصة نفسها The Kreutzer Sonata. وبيقول إن هو بقى لم يعجبه القطعة الموسيقية دي أصلا، وده رأي تولستوي. يعني آراء تولستوي هي نفسها آراء البطل القصة اللي بيحكيها. فبيقول إن القصة لم إن الموسيقى بتاخد الإنسان من الجو بتاعه والعالم بتاعه، وبتحطه بتضعه في عالم آخر، بتدخله في عالم آخر وفي جو آخر وفي مود آخر، رغم إن هو يكون العالم دوت والمود ده مش بتاعه. يعني بيقول مثلا السوناتا ديت كريتسر السوناتا، احنا مش عارفين بيتهوفن لحنها ازاي والحالة اللي هو كان فيها والعالم اللي هو كان فيه عشان يلحن القطعة الموسيقية دي، انما احنا غصب عننا بقى بنحاول ندخل في العالم، بنخرج من عالمنا لندخل في العالم بتاعه. فهو كان يعني ايه بينتقد الموسيقى بشكل عام لأنها بتخرجنا من عالمنا الأصلي وتدخلنا في عالم مزيف هو مش عالمنا نحن. والقطعة دي ما عجبتش البطل القصة، وبعدها بدأوا يعزفوا قطع أخرى سهلة، ويعني نالت استحسان المتابعين الضيوف. وهو لاحظ إن سواء زوجته أو الموسيقار كانوا بروفيشنال جدا، يعني كانوا مركزين في العزف، ويعني لم يتبادل النظرات إلا خلسة مرة أو حاجة زي كده، وعلى العشاء أيضا يعني ما فيش إلا مرة تبادل النظرات. فهو كان مراقب كل حاجة، والغيرة جواه بقى بتتصاعد. وبعد ما الضيوف مشي وجي الموسيقار ده هيمشي أيضا، الموسيقار ده كان المفروض أنه يسيب موسكو ويروح لمدينة أخرى. وكان بطل القصة دوت بوزدنشيف دوت كان أيضا هيسيب موسكو رايح للأرياف لكم يوم بس للعمل، والمفروض ان ميعاد رجوعه هيكون خلاص الموسيقار ده خلاص ساب موسكو، فالمفروض ان هو ما يتقابلوش تاني. فودعوا بعض يعني على اساس خلاص ذات سيت يعني. وبعد ما مشي فيه بقى خناقه قامت بينه وبين زوجته، ايضا ممتلئ بالغيره، وكان قاعد في غرفة المكتب بتاعه، وهي دخلت عليه بالليل تقول له مالك ومش مالك، وغضب وزعق فيها، وقاعد يعني يرمي حاجات على الارض يطلب لها سيبيني تركيني بمفردي ليف مي الون. وجي راح بقى للريف علشان يشتغل، يقوم بشغل عدة أيام. بعد يومين ولا حاجة وصلت له رسالة من زوجته، رسالة بتقول له احنا كويسين والأولاد كويسين وكل شيء كويس، ورحت عملت شوبينج واشتريت مش عارف ايه، يعني رسالة طويلة. وفي آخر الرسالة سطر واحد كده، وكأنه يعني ده شيء غير مهم، آخر الرسالة الطويلة العريضة دي بتقول له إن فلان الفلاني الموسيقار دوت جه زارنا وترك بعض زي ما وعدني يعني بأنه يترك لي بعض الأعمال الموسيقية، فعدى وترك بعض الأعمال الموسيقية. هو الراجل بقى في شغله في شغله مشغول جدا، وراه 100 حاجة في الشغل وبيعملها مش فاضي يفكر، بس كان امتلأ غيرة بقى. وازاي يعني هو الراجل الموسيقار ده ما قالوش انه هيعدي عليهم عشان يسيب اي قطعة موسيقية، ولا مراته قالت له انه هو هيعدي يسيب قطعة، فايه الوعد المفاجئ اللي طلع فجأة ده. فانما كان مشغول جدا في شغله ما عندوش وقت يفكر في اي حاجة. فالمهم لما رجع بالليل بقى البيت بدأ يفكر، والغيرة رجعت تاكله من تاني، وقام نادى الخادم وقال له روح بلغ الناس اللي في الشغل اني روح نادي لي عربية، نادي يعني كاريج.
لا العربية اللي بتجر أحصنة عشان تنقلني لمحطة القطار، وكتب رسالة لأصحاب الشغل أنه في أمر طارئ لازم يرجع لموسكو فورا. وفعلا خد العربية دي ودته لمحطة القطر، إنما في الطريق في العربية دي حصل عطل فيها في العجل فغرست، كان في تلج وكده، وتعطلت ساعة أو ساعتين. المهم القطر فات، والقطر ده عشان يوصل لموسكو ياخد 8 ساعات. المهم وصل، خد القطر اللي بعديه، وكان سعيد جدا بقى وهو في العرب اللي في طريقه للقطر دوت، كان في نهار ونور وكان منتشي وسعيد جدا. في القطر بقى كانت الدنيا خلاص مساء وفي الليل، وبدأ يدخل عليه وهياخد حوالي 8 ساعات في القطر. فالمهم كانت فترة صعبة عليه، ويعني لأنه حاسس إنه بدأ يقرب من بيته، وبدأ يقرب من المشكلة، ويا ترى هيعمل إيه لما يرجع ويشوف مراته، هتقابله إزاي، هيلاقي في أي أثر لزيارة الرجل ده مرة تانية ولا لا. كان ده في بداية الليل، لأن هو المفروض إنه كان يوصل على منتصف الليل، وبل ساعة ياخد عربية من محطة القطر يتوصله بيته ساعة، فيعني هيوصل واحدة بعد منتصف الليل. وهو فعلا بعد ما وصل هو في العربية اكتشف انه حتى صندوق ملابسه نسيه، مع الشنطة اللي فيها الرسيت الإيصال بتاع الحقائب بتاعته، انما الصندوق اللي فيه ملابسه كل حاجة نسيه، مرضيش انه يرجع مرة اخرى طالما معاه الايصال. ولما وصل بقى لبيته شاف حاجة عجيبة، لقى الساعة واحدة بالليل بعد منتصف الليل، لقى ان الغرفة، غرفة الجلوس جوه منورة، فاستغرب يعني ايه النور دوت بالليل كده، صاحين بيعملوا ايه. فراح خبط، رن الجرس، فالخادم فتح له، قال له الخادم طبعا فوجئ انه البي رجع، يعني السيد بتاعه رجع. فسألوا على الاولاد، قال له الاولاد نايمين وكويسين، قال له في حد موجود جوه، قال له ده فلان الفلاني الموسيقار، قال له في حد تاني، الراجل قال له لا هو لوحده مع المدام جوه. فقال له طب خد، وعايز بقى يتخلص من الخادم ده، قام اداله الايصالات، قال له روح محطة القطر دلوقتي حالا تجيب ده الايصال، تجيب لي الصندوق بتاعي. الراجل ده الخادم راح لبس المعطف بتاعه ودخل معاه، عشان مش عايزهم يحسوا بأي حركة. هم كانوا في غرفة الجلوس جوه أو بيتناولوا الطعام، سمع فيه صوت سكاكين وشوك بيأكلوا يعني، فبنوا الباب مقفول فمش عايزهم يسمعوا. المهم خلى الخادم دوت ارتدى المعطف بتاعه وخرج وقفل الباب، ودخل بقى يعني عاوز يدخل عليهم، مش عايزهم يسمعوا صوته، فعايز يدخل من باب، من لفة أخرى، من ردها أخرى لازم يمر فيها على غرف الأطفال اللي الناني عايشة معاهم المربية. إنما لقى أن هي هتصحى، رجع تاني على أطراف أصابعي، وكان على وشك أن يبكي، يعني حاسس أنه في موقف ضعف وفي موقف لا يحسد عليه، وحاسس أنه عاوز يبكي. هيدخل غرفة الاستادي روم بتاعته، الاستادي المكتب، وهيقعد فعلا يبكي في الغرفة ديت، هيحضر البندقية، هينزل البندقية من على الحيطة هيحطها على المكتب، وهياخد يعني خنجر دمشقي هياخده، الجراب هيقع ورا السوفا هيسيبه، انما هيقول بعد ما خلص المأمورية بتاعت لازم ادور على الجراب دوت عشان اشيل فيه الخنجر الثمين ده، وهيقلع الحذاء بتاعه وهيخرج بس كده بالجوارب بتاعته علشان ما يعملش اي صوت، ويتقدم بالراحة من المكان اللي هم بياكلوا فيه، وهيفتح الباب مرة واحدة فجأة هيلاقيهم قاعدين بياكلوا. انما رد فعلهم هو اللي يعني اكد له ان في علاقة غير طبيعية بينهم، يعني
اللي حصل انه اول ما فتح الباب الموسيقار دوت قامت نفض فجأة ويعني رجع لورا كده وظهره بقى يعني في يعني على في ووردروب كده بقى ملاصق للووردروب دوت للدولاب ووجهه أصبح شاحبا وهي أيضا اترعبت. الرعب بقى على وجهيهما, الرعب أصبح مرسوما على وجهيهما. فده دليل إن يعني في شيء غير طبيعي خلاص. فهو كان مخبي بقى الخنجر ورا ظهره, حاطط إيده ورا ظهره مخبي الخنجر ويبص لهم بقى, هم مش عارفين يبصوا لبعض ومش عارفين يقولوا إيه, وكأن يعني عايزين يشوفوا أي عذر يقولوه. فالموسيقار يعني حاول إنه يبرر وجوده, فيقول إيه أنا كنت بجيب لها أسطوانة موسيقية حاجة زي كده, وتلعثم في الكلام طبعا وبصلها علشان يعني إيه تكمل على الكذبة ديت يعني. وهي فعلا قالت أنا كنت ده كان جايب له أسطوانة. هو طبعا ما اقتنعش بكل, بدأ يتوجه إليهم وراح عليها ومسكها كل ده, وإيده اللي ماسكه الخنجر مخبيها ورا ظهره مسكها بإيد واحدة. فالموسيقار دوت لما حس إنه يعني ناوي على الشر حاول إنه يمسكه, قال له يعني فكر في اللي أنت هتعمله, فكر في اللي أنت هتعمله. فمسك هو في الموسيقار دوت وعلى أساس يعني يشتبك معه. لما الموسيقار لقاه هيشتبك معاه هو الموسيقار امتلأ رعبا وخرج يجري, خرج يجري من المكان كله. جه هو يحاول يجري ورا الموسيقار ده, قامت هي ماسكه فيه, كانت خلاص شافت الخنجر واصبح واضح نيته ومسكت فيه وبقت تقول له مفيش حاجه حصلت بينا, واكد لك مفيش حاجه حصلت بينا. ف هو يعني ضربها عاوز يتخلص منها يعني من المسكة بتاعتها, فضربها بجوعه في وشها, تسبب في كدمات في وشها لغاية ما فعلا سابته. ولما قامت كان قرر بأنه خلاص طبعا يقتلها, والخيانة بالنسبة له أصبحت يعني أوضح من أنه يحتاج دليل عليها. ووجه لها طعنة بالخنجر تحت الكرسي اللي هي لابساه دوت, وكان او ثرويت يعني, ففعلا نزل تحت في ضلوعها, ففعلا الدم بقى ابتدى يظهر عليها ووقعت وقالت له انت يو كيلد مي, انت قتلتني. وصرخت على الخادمه عشان والمربيه, وفعلا المربيه جت وشافتها كده. هو دخل بقى الغرفه بتاعته, غرفه المكتب يعني, وقفل الباب على نفسه تربسه ومسك البندقيه, تاكد ان هي مشحونه ولانه كان ناوي انه ينتحر, ووضع الخنجر دوت في الجراب بتاعه. ولقى بعد شوية جت أختها, أخت مراته, خبطت عليه الباب, فتح لها الباب, قالت له لازم تروح تشوف أختي بتموت. فهي هيطلع فعلا غرفة النوم, هيلاقيها حطينها في غرفة نوم, وهو مش في غرفة نومها هي, لأنها كانت الأقرب وكانت فعلا بتموت. فهتقول له أنت خلاص عملت اللي أنت عايزه, قتلتني وارتحت وعملت اللي أنت عايزه خلاص, إنما الأولاد مش هتاخدهم, الأولاد أختي هي اللي هتربيهم, وأنا بكرهك ومش عارف إيه, وهتموت على كده. البوليس هيجي هياخدوا الاسم. بعد 3 أيام الجنازة بتاعتها, هيحضر الجنازة بتاعتها وهيقول بقى إنه لما شافها في الكوفن في التابوت ممددة لأول مرة يحس إن هي فعلا ماتت, والأول مرة يحس باللي هو عمله, بالجريمة اللي هو ارتكبها, والأول مرة يحس يعني إن خلاص مفيش رجعة في اللي هو عمله دوت. إنما ما نعرفش إن كان ندم, إن كان ده كلام ندم ولا لأ.
البوليس هياخده وهيقعد في السجن تقريبا 11 شهر ولغاية منتظر المحاكمة بتاعته. وفي المحاكمة بتاعته هياخد براءة، لأنه طبعا هيقدر من الحكي يعني هيثبت إن هي خانته، إنه هو قتلها يعني دفاعا عن شرفه، فهياخد براءة. والقصة هتنتهي على كده إن هو بقى حكى قصته للشخص الآخر اللي كان قاعد قصاده دوت، وهيقول له جود باي، وهيسيبه ينام على الكنبة اللي قصاده، والراجل دوت محطة تيجي هينزل هيقول له جود باي، يقول له يس جود باي. الفصل الأخير دوت أو الفصل قبل الأخير دوت تولستوي بيحكي فيه إزاي قتلها. يعني فصل مؤثر جدا، مؤثر جدا. أنا يعني هين علي أقرأ الفصل جملة جملة ليكم وأترجمه جملة جملة، إنما أنا متأكد إن القصة دي أكيد ترجمت العربية، مستحيل تكون ما ترجمتش اللغة العربية، لأنها من أهم قصصه. والقصة دي لما كتبت اتمنعت في روسيا واتمنعت في أمريكا. يعني حتى إن لما اتنشرت كمسلسلة في بعض الصحف الأمريكية، جه قرار لمكتب البريد الأمريكي بمنع شحن أي صحف يكون فيها القصة دي، لأن تولستوي قال آراءه بصراحة في الحضارة الغربية أو في الثقافة الغربية أو في العلاقة بين الرجل والمرأة، قال رأيه بصراحة. هو كان في الفترة دي، فترة اللي هي الأويكنينج، فترة الصحوة الروحانية اللي هو بيمر بيها، فقال رأيه بصراحة على لسان بطل القصة. إنما احنا عارفين إن هي دي آراء تولستوي. يعني على سبيل المثال قال إن المرأة من ساعة ما بتتولد وما فيش حاجة بتتلقاها في تعليمها سواء في البيت أو في المدرسة إلا بتصب في اتجاه واحد، وهي العثور على زوج. الزواج هو الهدف بتاع أي فتاة، الزواج هو ده. لذلك الأم بيبقى كل هدفها انها تجوز بناتها، كل اي كلمه بتقولها، اي مناسبه بتحضرها، بتبقى ما هي الا خطوه في سلسله خطوات تؤدي في النهايه الى زواج البنت. والبنت نفس الحكايه، يعني الام لما تسمع ان فلان ده موسيقار تقول اه ده يا سلام، ده بنتي دي بتحب تلعب الموسيقى. لو بتسمع كلام على ايه، اه ده بنتي ده بتعشق الرسم، لو الكلام على رسام يعني او كده. بيقول إن ملابس المرأة المغرية اللي دايما بنشوفها في الإعلانات، ده هو كلامه، يعني أنا بعبر عن كلامه اللي هو كله بيقوله، المغرية دي أكثر خطرا على الشباب من أي شيء خطر آخر. بيقول إن الدولة زي ما قلت لكم هو ضد فكرة الدولة والحكومة، وإن في دول اللي هو مؤمن بفكرة مملكة الله في الأرض. بيقول إن الدولة قد تمنع ألعابا معينة نظرا لخطورتها على الشباب مثلا، إنما ما بيمنعوش الملابس الفاضحة الكاشفة العارية للمرأة اللي هي تعد أكبر خطرا وأكثر خطورة على الشباب من أي ألعاب خطرة. وبيقول إن الاختلاط بين المرأة والرجل ده أكثر خطورة من أي شيء آخر، وإنه ده شيء يعني شيء بيقبل في المجتمع كشيء تحضري، إنما ده أكثر خطورة على المجتمع من أي شيء آخر. اختلاط الطبيب الذكر بالمريضة الأنثى السيدة، اختلاط الطبيب بالممرضة بتاعته اللي تكون سيدة، الاختلاط بين الرسامين والموسيقيين،
بيقول ان هم بيختلطوا ببعض ويتحدثون في الفن والموسيقى تظاهرا فقط، انما في عقولهم في شيء اخر، هم بس بيتظاهروا انهم بيتكلموا في الفن وفي الموسيقى، وانما في الواقع وفي شيء اخر في نفوسهم. وان افضل شيء هو العزلة التامة والفصل التام بين الرجل والمرأة، الفصل التام. فطبعا دي مشكلة في الغرب اصلا، يعني الغرب طبعا تولستوي في القصة دي هو يعني شخص المشكلة اللي بيعاني منها الغرب واللي موجودة في الغرب، لان في الغرب الاختلاط وصل لدرجة، يعني ده كمان ده بيتكلم في ايه في نهاية القرن، القصة دي مثلا كاتبها في 1888 تقريبا، يعني نهاية القرن 19، ما شافش الاختلاط اللي في ايامنا دي. في الاختلاط يعني وصل لدرجة شيء يعني الواحد مش عايز يحكي في التفاصيل، انما التأكيد كلكم عارفين يعني بتشوف. انما الطريقه العلاج اللي هو طرحه علاج فيه او رايه بقى، الحل اللي عنده حل راديكالي جدا، حل يعني متشدد جدا، متعصب جدا، متطرف جدا. الفصل اللي هو اقترحه ده اللي هو بيؤمن به، فصل الرجل عن المراه تماما، هو بمعنى ان الرجل يعيش في عزله كراهب والسيده تعيش في عزله كراهبه. هو ده فكر تولستوي، ان لابد ان يكون في عزله تمام، بحيث الرجل يبقى فيش زواج، هو ضد الزواج، هو بيقول ان الزواج دوت فكره اللي اوجدها هي الكنيسه هي اللي اوجدت فكره الزواج، انما تعاليم السيد المسيح كانت ضد الزواج، وما كانش فيها زواج اصلا، بدليل ان السيد المسيح لما تزوج هو فكرته هو ضد الزواج وضد الكنيسه، على الرغم ان هو في حياته تزوج وانجب 13 طفل، في 8 منهم عاشوا، وما زال لي احفاد لي الى الان، احفاد يعني بيشغلوا مناصب مهمه في المجتمع الروسي. انما يعني زي ما قلت، لما بدا الصحوه الروحانيه ديت في بعد ما تعدى 50، حصلت بقى الخلافات اللي بينه وبين زوجته اللي خلته ينقلب على فكره الزواج بشكل عام، ويرى انها مشروع اجتماعي فاشل، ينقلب على فكره الدوله، فكره الحكومات، فكره الزواج، فكرة أي منظمات اجتماعية مجتمعية، حتى إن كان في منظمة باسمه تولستويانس، يعني أتباعه، هو رفض إنه ينضم إليها لأنه ضد إنه ينضم لأي منظمة مجتمعية. فهو مقتنع بأن الخلاص الحقيقي لا يكون إلا بالرهبنة، لأن بيقول إن الزواج دوت يعني الإنسان بيسعى فيه خلف سعادته الشخصية، وإنما السعادة الحقيقية لا تكمن إلا في سعادة الإنسان مع الرب، إن الإنسان يخلص في خدمته للرب، ولكي يخلص في خدمته للرب لابد أن يكون أعزب، لابد أن يكون راهبا، والمرأة تكون راهبة. الكلام ده طبعا أو الحل بتاعه ده طبعا عند ناس كتيرة بيعتبر يعني تطرف وتشدد كبير، وحتى لما ننظر للإسلام عندنا ما فيش لا رهبنة في الإسلام، لا رهبنة. فأنا لما أقرأ تشخيصه للمشكلة أجد أني أتفق معه في معظم تشخيصه، معظم الحاجات اللي قالها فعلا، ملابس المرأة العارية دي أشد خطرا على المجتمع من إيه، من أي حاجة، لأن هي فعلا الشرارة اللي بتفجر وراءها يعني كل الخطايا والموبقات، وفعلا الاختلاط الحابل بالنابل اللي احنا بنشوفه ده اختلاط طبعا غير يعني، هو نفسه اللي بيقول كده حتى في الرواية، يقول ان حتى بين الطبيب والمريضة يحصل تجاوزات، في النهاية هو رجل وهي امرأة، بين الموسيقيين وبعض حتى بيتظاهروا بأنهم يعني محترفين، إنما يعني ما وراء هذا التظاهر هناك أشياء أخرى،
في النهاية هو رجل وهي امرأة، في إسلامنا ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فتشخيصه للمشكلة يعني أنا أجد أن أتفق معه تقريبا في كل شيء قاله، في كل شيء قاله تشخيصه. أن وحاجة تانية كويس أن افتكرتها، أنه يقول أن الناس اللي بتنادي بحرية المرأة، المرأة عمرها ما هتحصل على حريتها وعلى حقوقها طالما الرجل يتخذها يعني object of pleasure، مادة للمتعة. المرأة للرجل هي مادة للمتعة، ولذلك عمرها ما هتاخد وتحصل على حقوقها طالما هي بالنسبة للرجل ليس أكثر من إلا من مادة للمتعة. وإن الرجل اللي بيحاول يعني يعطيها أو يتظاهر بإعطائها حقوقها هو نفسه بيتظاهر بكده، إنما هو في النهاية حتى لو وصلت لتبقى رئيسة جمهورية هي بالنسبة له أيضا مادة للمتعة، في عقلية الرجل هي أيضا مادة للمتعة، فهي حقوقها أو حريتها أو حقوقها الحقيقية عمرها ما تحصل عليها. فاللي بيحصل إيه؟ إن هي في النهاية بتحاول، هي بترضى بهذا الوضع وبتحاول إنها تتخذه كسلاح ضد الرجل. طب أنت هتتخذني للمتعة، طيب خلاص، بس هي بهذا الإغراء هي في النهاية بتسيطر على الرجل. زي وصفها بقى، قال زيها زي وضع اليهود كده، اليهود في موقف أقلية ومستضعفين ويعني منع عليهم أنهم يوصلوا لأي مناصب، ده احنا نتكلم عن القرن 19، إلا أنهم يكونوا تجار. فهم يعني كانهم قالوا أوكي احنا تجار فقط، إذن احنا بتجارتنا دي سنتحكم في الأقوياء وسنتحكم في الناس اللي هم عاملين أنفسهم أسيادا علينا. وده المرأة عملت نفس الحكاية، الرجل وضعها في خانة الإغراء فقط، وخانة إن هي مادة للمتعة فقط وأداة للمتعة فقط وموضوع للمتعة فقط. فهي يعني قبلت بهذا الدور، ولكنها تستخدم هذا الدور للسيطرة على الرجل، ففي النهاية بتكون هي أقوى من الرجل وهي اللي بتسيطر عليه. هو قال، والكلام ده يعني الحد كبير جدا يعني صحيح، الكلام ده الحد كبير جدا صحيح. يعني فعلا الرجل مهما كان ايه، احنا بنتكلم على طبيعة الرجل ما بنتكلمش على اشخاص، انه ممكن الكلام دوت يعني نجده لا ينطبق على اشخاص. ان احنا ما بنتكلمش على اشخاص، احنا بنتكلم على طبيعة رجل وطبيعة مرأة. هذا رجل وهذه امرأة، ربنا خلق ده بطبيعة معينة، ودي طبيعة، مش مسألة المجتمع بيفرض عليهم حاجة، لا في حاجة اسمها طبيعة. الرجل له طبيعة والمرأة لها طبيعة، الولد الطفل له طبيعة والبنت الطفلة لها طبيعة. هو ليه ألعاب، ليه عايز يلعب كورة، عاوز مش يجري يعمل، وهي لها ألعابها. مش المجتمع، يعني أنا ما اتفقش مع الناس، المجتمع هو اللي بيفرض على المرأة أن هي تلعب بالعروسة والولد يلعب بوكسين. لا، هي الجينات اللي في داخل في جسم كل واحد فيهم بتوجهه لهذا. فيعني أنا في تشخيص تولستوي للمشاكل المجتمع، ويعني أنا أتفق معه، إنما في الحل اللي هو بيعطيه لا أتفق معه. الحل يعني فعلا الـ يعني لا أتفق معه في رفضي للزواج تماما. حتى وبيقول إن 99% من الزيجات زيجات فاشلة، وإن الناس الأزواج بيتظاهروا فقط بالسعادة أنهم هم غير سعداء أبدا، إنما المسألة كلها إن كل زوجين عايزين يتظاهروا قدام المجتمع بأنهم سعداء وإن فيش مشاكل وإن المركب ماشي، إنما في مشاكل. أيوة في مشاكل، وفعلا نفس كلامه صحيح 100%، إنما مش الحل هو منع الزواج والدعوة إلى الرهبنة، مش هو ده الحل يعني. يعني أعتقد أكتفي بكده، أنا مش عارف أتكلمت قد إيه، مش عارف والله، بس يعني كان صعب إن أنا أغطي ثلاث قصص لتولستوي، الهرم دوت. أنصحكم بقراءة الثلاث قصص دول، وأكيد 100% هم مترجمين للعربي، 100%. وإن شاء الله في أعمال أخرى أناقش بعض مسرحيات أنتون تشيخوف وأعمالا أخرى إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.